بسم الله الرحمن الرحيم. دراستنا النهاردة عن الشادو أو الظل. أي جسم هندسي بتنزل عليه الشمس بيبقى عندي الحقيقة ثلاث أنواع من الظل. أول حاجة الظل اللي على الأرض ده الجراوند، وده بنسميه الشادو. تاني حاجة الظل أو السطح المعتم اللي هو من الجسم بس مش معرض للشمس، وده اللي بنسميه الشيد. تالت حاجة ظل جسم على جسم، وده بنسميه البروجكتد شادو. الفرق بين الشادو والبروجكتد شادو ان الشادو ده على الجراوند، انما ده هو البروجكتد شادو ده ظل، الجراوند بتاعته هي جسم تاني وليس الارض. هنشوف الاسامشن اللي احنا هندرسها في تملي. هندرس هنا اسامشن ان بنتكلم عن البارلل لايتنج، ان اشعه الضوء كلها متوازيه و45 درجه، وان ده اسامبشن عشان احنا لسه بيجينر. لكن في برامج بتجيب لك الشيد والشادو في كل لحظه متغير مع الموقع ومع الزمن وكل حاجه. هنتكلم على ان احنا يوجوالي كونستراكت 3 تايبز اوف شادو، عرفناهم اللي هو اول واحد اللي هو الشادو اللي على الارض الجراوند شادو اللي بيسموه الكاست شادو، تاني واحد السيلف شادو اللي هو الجزء المعتم من الجسم، ثالث واحد البروجكتد شادو اللي هو اسقاط جسم على ظل جسم على جسم. اول حاجه بارت 1 اللي هو هندرس فيه الشادو بتاع نقطه وبتاع خط وبتاع سيركل وبتاع فلات سيرفيس. دولت ولو انهم احنا هندرس الجسم 3 دايمنشن عشان نجيب له الشادو بتاعه، لكن دولت البرنسبل الرئيسيه اللي بتفهمني، وهم دولت كل عناصر ال 3 دايمنشن بس اخدين كل واحد سيبريت. النقطه موجوده في 3 دايمنشن هي الكورنر، اللاين موجود في 3 دايمنشن هو الايدج اللي بين فيس وفيس، السيركل موجوده في 3 دايمنشن لان هي القاعده الاساسيه بتاعه السلندريكال شيب، الفلات بليت او الفلات سيرفيس هي الاسطح بتاعه ال 3 دايمنشن. لذلك هندرس كل واحد لوحده، ثم في المحاضرة الثانية هندرسهم بقى لما بيتمنش. أول حاجة هندرس الشادو أوف أ بوينت. الشادو أوف أ بوينت تبسيطه وإن رجعه للأساس بتاعنا، إن لو كان عندنا نقطة بالشكل ده الشادو بتاعها إن أنا أمرر بيها لاين يوازي أشعة الشمس اللي هو خط 45 درجة. البيرسينج بوينت بتاعت اللاين ده piercing point of the ray of light passing through the point سواء على الجراوند او على البيكتشرز هي ديت اللي بنسموها الشادو. وانتوا فاكرين في البيرسينج بوينت كان عندنا نوعين، الريال بيرسينج بوينت والايماجيني. فانا لو الخط بتاعي ده هو خط الضوء يبقى تقاطعه مع الارض هنا ده اللي بيديني الريال بيرسينج بوينت، او دلوقتي هي الريال شيد او الريال شادو بتاع نقطه ايه، والامتداد بتاعه على السطح الثاني هو ده اللي هيديني الايماجينري شادو بتاع النقطه. يبقى كل نقطه بيبقى لها ريال شادو وايماجينري شادو، وخط شعاع الضوء بتاعنا اللي بيبقى عامل 45 درجه، دي الاسامبشنز بتاعتنا. الكلام ده شفناه دلوقتي في 3 دايمنشن، هنشوفه في 2 دايمنشن. لو عندي ادي النقطه اسقطها في الاي داش والاي دبل داش، 45 اللي هو ريبريزنتنج الشعاع بتاع الضوء و45 من تحت، يبقى كان الخط ده والخط ده هجيب له البيرسينج بوينت او ما يتقاطع مع الجراوند لاين بعمل عمودي منه، يبقى يديني ديت البيرسينج بوينت او الريال شادو، والامتداد والعمودي والامتداد والعمودي يديني الايماجينري شادو. وطبعا عارفين ان الريال والايماجينري الاثنين بيبقوا على خط افقي واحد، تمام؟ هنشوف على كده مثال. عندنا ادي ثلاث نقط اهو، كل واحده عايزين نجيب الشادو بتاعها. الشادو الاولانيه دي بتاعت ايه اللي هي 3 4 4، ادي الاي داش وادي الاي دبل داش، 45 و45 الاثنين اتقابلوا على الجراوند لاين. يبقى ديت النقطة دي بتمثل لي الريال والإيماجينري شادو بتاع نقطة إيه. الكيس دي بتظهر إمتى؟ بتظهر لما الواي تساوي الزد.
فالاثنين ب 45 درجه يبقى اتقابلوا على خط الارض، بتبقى الريال والايماجيني، وده الشادو بتاع النقطه. طب نشوف الحاله الثانيه بتاعتنا، هنا الواي اكبر من الزد، ادي الاي ده دبل داش وادي الاي داش، 45 و45 ادي 45 ودي 45 اتقطع مع خط الارض عمودي، يبقى جبنا ادي ديت الريال شادو، الامتداد بتاعها يديني الايماجينري، وطبعا ادي دلوقتي في الحاله دي ادي الريال وادي الايماجينري والاثنين على خط افقي واحد. في الحاله دي لما الزد، لما الواي اكبر من الزد، الريال والايماجينري شادو بيظهروا في الباي 1. الحاله الثانيه بتاعتنا اهي. الحاله الثالثه لما الزد اكبر من الواي، 45 و45 يبقى عمودي من هنا هيديني الريال شادو، وهجيب الايماجينري بالامتداد، هجيب الايماجينري بالامتداد اداني الايماجينري بتاعتنا، ويبقى هنا اهوت ادي الايماجينري وادي الريال. وطبعا هنا في الحاله بتاعه الزد اكبر من الواي الاثنين بيقعوا في الباي 2، الزد اصغر من الواي الاثنين بيقعوا في الباي 1، الزد بتساوي الواي الاثنين بيقعوا على خط الارض. ديت الحاله او الثلاث حالات اللي ممكن تقابلني في عمليه النقطه. تمام جدا. يبقى نشوف دلوقتي هنتكلم عن الشادو اوف الاين. الشادو اوف الاين هنشوفه لو عندنا لاين الاند بوينت بتاعته A و B، علشان اجيب الشادو بتاعه بتخيل اني مررت مستوى يمر به ويوازي الشمس اللي هو 45 درجه. تقاطع المستوى ده مع المستويين الباي 1 والباي 2 هو اللي هيديني الشادو بتاع اللاين. يبقى الشادو اوف ا ستريت لاين هو انترسكشن اوف ذا بلين باثينج ثرو ذا لاين، بشرط ان البلين ده يبقى بارالل تو ذا دايركشن اوف لاين. اهو ادي عندنا التو اند بوينت، يبقى ادي عندنا اللاين بتاعي اللي هو مثلا ال، لو انا مررت بيه المستوى اللي بيتكون ده، المستوى ده بيمر باللاين اي بي وكمان بيوازي اللايت لاين او الشعاع ال 45 درجه، يبقى من الايدج دي ادي الريال شادو بتاع الاي وادي الريال شادو بتاع البي. نلاحظ هنا ان الريال شادو بتاع الاي في مستوى والريال شادو بتاع البي في مستوى، ما نقدرش نوصلهم ببعض. لو انا بصيت يبقى تقاطع المستوى الاصفر ده مع الباي 1 والباي 2 هو الخط اللي انا عملته ده اللي باين، اللي فيه نقطة انكسار على خط الارض اللي ريفلكتد بوينت. تعال نشوف الكلام ده في التو دايمنشن. لو انا عندي مثال بسيط اهو، درو ذا شادو اوف ذا جيفن لاين، الاي بتاعته كذا والبي بتاعته كذا، خلاص حطيت ادي الاي والبي، الاي داش والبي داش، والاي دبل داش والبي دبل داش، وصلت بينهم الام داش والام دبل داش، 45 و45 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 عمودي، يبقى على طول جبت الريال بتاع الاي اهوت، ومن هنا عمودي جبت الريال بتاع البي، وعشان خاطر ان الريال اي والريال بي مش في مستوى واحد، يبقى بالاسلوب ده اهوت لابد ان انا اجيب الريفلكتنج بوينت. اجيبها ازاي؟ بالايماجينري بوينت بتاع البي اهي، جبت الايماجينري مديت ده ومديت والعمودي، جبت الايماجينري شادو بتاع البي، اوصل الايماجينري للريال بتاع الاي، يديني النقطه دي هي الريفلكتنج بوينت، نقطه الانكسار اهي الريفلكتنج بوينت. خلاص دلوقتي بقى عشان اجيب الشادو ده هو بتاع الاي بي، اوصل الريال اي بالريفلكتنج ثم الريفلكتنج بالريال بي، يبقى هو ده الشادو بتاع اللاين ال. جميل جدا. النقطه ديت ضروريه امتى بنجيب الريفلكتنج بوينت؟ لما يبقى الريال بتاع الاي والريال بتاع البي كل واحده في مستوى مختلف عن الثانيه، يبقى هي ديت النقطه بتاعتنا. يبقى قلت اتس ذا لاين
connecting the real shadow of the endpoint. اللي هو الشادو بتاع اللاين هو اللاين اللي بيوصل الريال شادو بتاع التو اند بوينت. طبعا ادي الريفلكتنج بوينت وهي دي الريفلكتنج بوينت هي اللي موجوده واللي بتبقى موجوده على خط الارض. تمام، عرفنا الشادو بتاع اللاين. شوف امثله. مثال الاولاني مديني ادي لاين 2 2 4 و 5 6 7. هنحط الاي داش والبي داش والاي دبل داش والبي دبل داش ونوصل نجيب الام داش والام دبل داش. يلا سهله جدا، 45 من كل اند بوينت، ثم لما تتقاطع مع خط الارض عمودي على خط الارض عشان اجيب الريال اي وادي الريال بي. في الحاله دي الريال اي والريال بي وقعوا في مستوى واحد، يبقى ما فيش داعي ابدا للريفلكتنج بوينت اوصل بينهم على طول، يبقى ده الشادو بتاع اللاين. المثال الثاني 2 3 1 و7 7 4، ادي الاي داش والبي داش والاي دبل داش والبي داش، وصل بينهم الان والان داش. 45 من كل اند بوينت لما تتقطع مع الارض اهيت، يبقى جبت الريال اي، ولما تتقطع مع الارض جبت الريال بي. برضو هنا الريال والريال وقعوا في مستوى واحد اللي هو الباي 1، زي دولت الريال والريال وقعوا في الباي 2 وصلت بيهم على طول، يبقى المره دي اوصل على طول بين الاثنين ويبقى ده الشادو بتاع اللاين اي بي. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. نشوف مثال تاني بقى للريفلكتنج بوينت اهو 2 5 4 و10 3 7. ادي الاي داش والبي داش وادي الاي دبل داش والبي دبل داش، ورحت موصل ادي اللاين ال داش وال دبل داش. يلا من التو اند بوينت 45 و 45 اهو، من التو اند بوينت الدبل داش والدبل داش والداش والداش اتقطعت، يبقى جبت هنا الريال بتاع الاي، اتقطعت عمودي جبت الريال بتاع البي. هنا الريال بتاع الاي في الباي 1، الريال بتاع البي في الباي 2، ما ينفعش اوصل بينهم مباشره، لابد اجيب الريفلكتنج بوينت، نقطه الانكسار. عشان اجيب الريفلكتنج بوينت يا اما اجيب الايماجينري بتاع البي يا اما الايماجينري بتاع الاي. طيب انا هجيب الايماجينري بتاع البي، العمودي من النقطه دي والامتداد ده هو اهو، يبقى ده الايماجينري بتاع البي، وطبعا واضح ان الايماجينري بتاع البي بيبقوا على خط افقي واحد. جميل جدا، اوصل الايماجينري بتاع البي بالريال بتاع الاي علشان اجيب ايه يا جماعه؟ تتقاطع مع خط الارض في الريفلكتنج بوينت. يبقى دلوقتي عشان اجيب الشادو بتاع اللاين اي بي، اوصل الريال اي بالريفلكتنج ثم اوصل الريفلكتنج بالريال بي. الكلام ده اللي لو تفتكروا من شويه احنا شرحناه ك 3 دايمنشن من شويه صغيرين اهو، وضحناه. ادي الثري دايمنشن بتاعنا اهوت، ادي الريال اي في مستوى والريال بي في مستوى، عشان كده لابد ان احنا نجيب الريفلكتنج بوينت. ده مثال او ثلاث حالات بتاعه المستقيم. نتنقل لحاجه تانية، هنشوف مثال دلوقتي على بليت. Draw the shadow of a triangle ABC. طيب نحط النقط بتاعتنا، اسقط الاي داش والاي دبل داش والبي داش والبي دبل داش والسي داش والسي دبل داش، نوصل نجيب الفرونتال بروجكشن للتريانجل ونجيب الهوريزونتال بروجكشن للتريانجل. من كل نقطه نعمل 45 من كل ايدج او من كل كورنر. من السي 45 فوق وتحت لقيناهم اتقابلوا على خط الارض، اذا ديت الريال والايماجينري بتاع السي. من البي 45 في الفرنتال و45 في الهوريزونتال، الفرنتال اتقابل الاول ننزل منه عمودي، يبقى الريال بتاع البي هو اللي تحت ده. نفس الكلام من الاي في الاي داش والاي دبل داش 45 و45، واللي يتقطع الاول عمودي يبقى ده الريال بتاع الايه.
من حسن الحظ هنا الريال بتاع الـ A والريال بتاع الـ B وأيضا الريال بتاع الـ C في مستوى واحد، لأن النقطة اللي على خط الأرض ممكن تبقى في الـ Buy 1 أو في الـ Buy 2. طالما الثلاثة في مستوى واحد أوصل بيناتهم ويبقى ده على طول هو الشادو بتاع التريانجل ده. تمام، هنا مديني بقى الـ A والـ B والـ C بكوردينيت مختلفة، وضحتهم ورحت موصل بيناتهم، يبقى ادي الفرونتال والهوريزونتال بروجكشن اوف البليد ABC. يلا 45 من الـ C و 45 من الـ C اتقطع مع خط الأرض، يبقى ادي الريال شادو بتاع الـ C. 45 من الـ B و 45 من الـ B اتقطع مع خط الأرض عمودي، يبقى ادي الريال شادو بتاع البي. 45 من الاي و 45 من الاي داش والاي دبل داش اتقطع مع خط الارض عمودي، يبقى ادي الاي الريال شادو بتاع الاي. الريال شادو بتاع الاي والريال شادو بتاع البي في مستوى واحد ممكن اوصل بينهم وانا مرتاح، مفيش مشكله. لكن عشان اوصل البي بالسي والاي بالسي لابد من ايجاد الريفلكتنج بوينت، لابد من ايجاد الريفلكتنج بوينت. الريفلكتنج بوينت يبقى لازم اجيب الايماجينري بتاع السي. ادي الايماجينري بتاع السي الامتداد وده هتبقى على نفس المستوى بتاعنا، وادي الايماجينري بتاع السي. عشان اجيب الريفلكتنج بوينت نقطه الانكسار بتاع الضلع بي سي، يبقى اوصل الريفلكتنج بوينت بنقطه الريال بتاع البي تتقطع مع خط الارض اهي في الريال بوينت او الريفلكتنج بوينت. خلاص اوصل السي بالريفلكتنج بوينت بالريال بتاع السي، الريال بتاع البي بالريفلكتنج بوينت بالريال، يبقى ده الشادو بتاع الضلع بي سي. نفس الكلام اوصل الايماجينري بتاع السي بالريال بتاع البي بتاع الاي، هيتقاطع هنا في الريفلكتنج بوينت هي. تمام، يبقى الشادو بتاع الضلع اي سي اوصل الريال اي بالريفلكتنج بوينت واوصلها كمان بعد كده بالريال سي. تمام، يبقى الجسم او الشكل اللي جوه الاسود ده هو الشادو. بس خلي بالنا الحته دي تبقى بره، ليه؟ لانها مستخبيه تحت الجسم. يبقى الشادو بتاعنا اهو هو اللي بيتلون قدامنا ده، ونخلي بالنا ان علشان نقطه البي ريال طلعت تحت الجسم فيبقى الحته دي مداريه مش هتبان. بركز عليها مره واثنين وثلاثه لان بتبقى موضع مهم جدا للتخيل بتاعك. مش قال لي draw the shadow of plate ABCD given في كيس 1 وكيس 2. يلا ال ABCD هي من كل كورنر اشعه 45 فوق وتحت، وجيب الاعمده هنا كل الجسم واقع في الباي 1، يبقى ادي الشادو بتاع البليد كله واقع في الباي 1. هنا من كل كورنر 45، تمام، ولما يتقاطع يديني الاعمده بتاعتي، يبقى ادي النقط بتاعتي اهي، ادي الاربع نقط بتوعي تمام التمام، وكل الشادو بتاعنا وقع في الباي 2. نخش نشوف المثال بتاعنا ده، ان انا عايز ارسم الشادو بتاع البليت ABCD ده هو. طيب تعال نشوف، من كل كورنر 45 درجة، سواء الكورنرز اللي في الفرونتال او الكورنرز اللي في الهوريزونتال. انا هنا ما كتبتش بقى الاي داش والبي داش والدبل داش والكلام من ده، يعني اختصارا. طيب كل نقطة هنجيب لها الشادو بتاعها. ادي السي اهيت، وادي قصدي ادي الدي اهيت، وادي الدي اهيت، ماشي، فين الدي؟ ادي الدي اهيت وادي الدي اهيت. يبقى من النقطه بتاعتنا هنلاقي ادي الريال دي، وادي ديت الريال اي والريال كذا، الاربع نقط الريال دي والريال اي الاثنين في باي 1 وصلت بيهم، والريال سي والريال بي الاثنين في الباي 2 وصلت بينهم. لكن عشان اوصل السايد الشادو بتاع السايد دي سي لابد من الريفلكتد بوينت،
الريفلكشن بوينت لازم اجيب الايماجينري بتاع السي واوصل بيهم يبقى ادي الريفلكتد، وكمان اجيب الايماجينري بتاع مع الريفلكتنج اللي مع الضلع الثاني. تمام جدا اهي، ادي وصلتها وادي الريفلكتد بتاعتها. يبقى اوصل بقى من الريال دي بالريفلكتد بالريال سي، اجيب الشادو بتاع الضلع دي سي، وكذلك الشادو بتاع الضلع الاي البي الاي بي. تمام جدا، ادي الاربعه. نيجي بقى الشادو بتاعنا هو المضلع ده، لكن الشادو الحقيقي اللي هيبان الحته دي بره الموضوع لان البليت مداري عليها، والحته دي المثلث الصغير ده بره الموضوع لان البليت مداري عليها، ويبقى ادي الشادو بتاعنا بتاع البليت اي بي سي دي في البوزيشن اللي هو مديهولي. تمام، نخش بقى على اشكال اخرى. هناخد المثال بتاع السيركل. عندي هوريزونتال سيركلر ديسك اهو، باين هنا دايره وباين هنا خط افقي، وهنجيب الشيد بتاعه او الشادو بتاعه. اول حاجه باخد نقط على المحيط على القطر الافقي والقطر الراسي، الاربع نقط اي بي سي دي، ناخدهم في الفرونتال وفي الهوريزونتال. يلا نجيب الشادو بتاع السنتر. ادي الشادو بتاع السنتر 45 و45 وعمودي، يبقى ده الريال شادو بتاع السنتر. وبعدين ارسم القطر بتاعنا، وبعدين من البي والسي، ومن هنا ادي السي والعمودي، يبقى ديت الريال شادو بتاع السي. و برضو من البي اهو وال45 نزلنا، يبقى ادي الريال شادو بتاع البي. نفس الكلام اجيب الريال شادو بتاع الاي والريال شادو بتاع الدي. الاربع نقط والمركز في مستوى واحد، يبقى كلهم في الريال. وهنا المسافات نفس المسافة اللي هي الار والار والار، يبقى الشادو هتبان سيركل، ادي باينة سيركل. تمام، والجزء بقى اللي هيبقى شيدد مش هنشيل منه الجزء ده اللي مستخبي تحت الدايرة، يبقى ادي الشادو بتاعنا. يبقى في الحالة لما تكون الحالة دي، لما تظهر الشادو بتاعنا في المستوى بتاع الدايرة، بيظهر دايرة لما تكون واقعة كلها في المستوى بتاعها، دي الكيس لما تكون الزد اصغر من الواي. هنبص بقى المثال في الحالة التانية دي اللي هي الزد اكبر من الواي. اهو نفس الكلام، هوريزونتال ديسك، وادي الوضع بتاعنا. برضو هناخد النقط بتاعتنا ونعمل المحور، النقط اللي على القطرين الاي والسي والبي والدي، نفس الكلام. يلا بينا نجيب الشادو بتاع السنتر، 45 من السنتر و45 من السنتر، نلاقي هنا اتقاطع مع خط الارض يبقى العمودي، يبقى ده الريال شادو بتاع السنتر. جميل، نعمل منه القطر المرافق. تمام، القطر ده ناخد بقى اللي بتقع عليه الاي والسي، عمودي 45 من السي اهي، ادي من البي، ادي البي اهو ده، ادي دي 45 ودي 45 اتقطعت، يبقى ادي نقطه الايه الريال بتاع البي. نفس الكلام، ادي ال 45 وال 45 من السي والعمودي، يبقى ديت الريال بتاعه السي. نفس الكلام للاي والدي، هنجيب الريال بتاع الدي على القطر بتاعها اهي، وادي الريال بتاع الاي. نلاحظ هنا بقى حاجه، ان القطرين مش مترافقين، يعني مش متعامدين، يبقى الشكل بتاعنا ده اليبس. الاليبس ده ما ينفعش اجيبه بالاربع نقط دول بس، فهجيب نقط مساعده زي نقطه واحد واثنين، واوصل بيهم ادي خط 45، ادي واحد داش واثنين داش، واجيبهم فوق الاي دبل داش الواحد دبل وان دبل داش والتو دبل داش. تمام، و45 و45 والعمودي من هنا، يبقى هيجيب لي الريال بتاع الواحد والريال بتاع الاثنين. اهي الريال بتاع الواحد والريال بتاع الاثنين. اخد نقطتين كمان، ثلاثة واربعة، ماشي،
ادي التلاتة داش وطلع فوق اهي التلاتة دبل داش، واعمل منها 45 واعمل 45 وعمودي، وكمان هاخد اهي، يبقى ادي التلاتة الريال، وكمان النقطة دي هسميها 4 داش واطلع بيها فوق، اخد الاربعة دبل داش و45 منها على ال45 من دول عمودي، يبقى على طول هتبقى ديت النقطة الاربعة ريال. ادي مجموعة النقط دولت هوصلهم ببعض يدوني الاليبس اللي هو الشادو بتاع السيركلر ديسك في الكيس لما زد اكبر من الواي. طالما الشادو بتاع السيركل ما بانش في المستوى بتاع السيركل يبقى هيبان اليبس. في الحالة اللي فاتت كان الشادو بتاع السيركل باين في نفس مستوى السيركل فبانت كومبليت سيركل. دلوقتي بقى هنشوف الحالة اللي بين الاثنين، هنشوف الحالة اللي بين الاثنين. تعالوا نشوف الحالة بقى بتاعت لما الزد تساوي الواي. ادي السيركل بليت اهوت، برضو هناخد النقط اللي على الاقطار القطرين ال A وال C وال B وال D في الهوريزونتال اللي هم داشز، وفي الفرنتال اللي هم دبل داش. اول حاجه نجيب الشادو بتاع السنتر او 45 و45 وقعت على خط الارض، يبقى ديت الريال شادو والايماجينري شادو بتاع السنتر. ناخد ال A وال C 45 و45، يبقى ادي ال A برضو الريال والايماجينري، وبرضو من ال C ال 45 وال 45 نفس الكلام، ادي الريال والايماجينري بتاع السي. نيجي للنقطه دي القدامانيه اللي هي من البي 45 و45 وعمودي عليها اهي، يبقى ادي ده الريال والايماجينري بتاع السي، وهنا العمودي ده يبقى اداني الريال بتاع شادو بتاع البي. يبقى للهاف سيركل اللي تحتي دي ادي الشادو بتاعها وهيبان هاف سيركل، لان المسافه دي والمسافه دي والمسافه دي هي ار وار وار. اما الجزء الثاني اكيد هيطلع ايه؟ هاف اليبس زي ما احنا خدنا في المثال قبل كده. طب الجزء الثاني هي بقى اللي فوق اللي هطلعه ايه؟ اللي هي السي والدي والاي. ادي الاي ريال وادي السي ريال، فاضل لنا الاي الدي ال 45 ماشي، والعمودي مع ديت ادي الدي ريال. مش هينفع ان احنا نرسم من التلات نقط دولت هاف اليبس، لازم ناخد نقطة مساعدة. ادي مثلا نقطة التلاتة اهي، اخدت نقطة التلاتة داش واخدها فوق تلاتة دبل داش، وبعدين ال 45 بتاعتها تمام، والعمودي منها اهو، يبقى ادي الريال شادو بتاع نقطة التلاتة. ممكن اعمل نقط اكتر من كده واوصل الهاف اليبس. اوكي نخش على بقى مثال بيجمع كل اللي احنا خدناه. قدامي بليت على هيئة مثلث اهو، وفي الفتحة اللي هي على هيئة مستطيل ونص دايرة. For the given frontal flat plate with a hollow slot as shown draw the shadow. طيب تعال نجيب الشادو بتاع المثلث ده، من كل كورنر هنجيب الأشعة ال 45 سواء في الفرنتال او في الهوريزونتال، والاعمده بتاعتها يبقى هنجيب ادي الريال بتاع النقطه دي وادي الريال بتاع النقطه دي. اما النقطه اللي هي دي الادجي ده اللي هي مسقطه هنا، ادي الريال بتاعها. يبقى الضلع ده هوت الريال بتاعه هنا والريال بتاعه هنا في الباي 1 نوصلهم مع بعض مفيش مشكله. اما الضلع ده الريال في مستوى والريال في مستوى، يبقى لازم اجيب الايه؟ الريفلكتد دول بالايماجينري واوصلها. ونفس الكلام دي النقطه ديت مع ده للضلع ده، اهو وصلت الدي دي، يبقى ادي الريفلكتد بوينت، وبعدين اوصل الريال بالريفلكتد، ادي الريفلكتد بوينت، اوصل الريال بالريفلكتد بالريال، اهو الريال بالريفلكتد بالريال، يبقى ده الضلع ده هو. الضلع الثاني ادي الريفلكتد بوينت اهي خلاص، لان تمام. يبقى اوصل الريال بالريفلكتد بالريال
يبقى ادي تاني الضلع التاني من المثلث. اما اجيب بقى اسقاط الهول دي، اول حاجه الكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده بتاع الجزء المستطيل اهو العمودي، وبعدين اجيب قصاده تحت النقط بتاعته، النقط بتاعته ادي العمودي وادي النقطه بتاعته اهي، يبقى ديت الريال بتاعه النقطه دي. نفس الكلام ده هو ال 45 ومن هنا ال 45، يبقى والعمودي تمام جدا اهو، النقطه دي اسقطها هنا على الـ على الـ على الهوريزونتال بروجكشن بتاع الفلات بليت، و45 ومن هنا ال45 يبقى جاب لي الريال شادو بتاع النقطه دي، النقطه دي والنقطه دي برضو اجيب الريال شادو بتاعهم، ادي واحده وادي الثانيه. الله، ده الاربعه كورنرز ده وده 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 واقعين في مستوى الريال بتاعهم في مستوى واحد، اوصلهم ببعض وانا مرتاح. نيجي بقى لنص للهاف سيركل، السنتر بتاعها اهو 45 والسنتر بتاعها تحت ده 45، يبقى هيبان على الجراوند لاين اهي تمام، والكورنر ده اهوت والكورنر ده اهوت، والنقطه دي الاسقاط بتاعها الريال بتاعها اهو وباينه في مستوى الدايره، يبقى هتبان نص سيركل، مش عايزه كلام خلاص. يبقى الشادو بتاعنا هو اللي جوه البني وبرات الاخضر بس ما عدا المثلث ده لانه تحت الجسم، ادي الشادو الاصفر ده اللي هو اللي على الجراوند، وهلون الشادو اللي على الحيطه بلون تاني اهو، وادي الشادو اللي على الحيطه لكن الجزء ده مستخبي تحت ايه البليت الرئيسي. المثال ده طبعا شامل بقى كل اللي احنا خدناه، ان شاء الله بقى كل ده المفروض المحاضره الاولى دي ممكن يجي امتحاناتها في ميد تيرم، ممكن اكسرسايز، لكن لابد من المحاضره الثانيه اللي هي الشادو بتاع الريال بادي اللي هو الثري دايمنشنز. كده خلصنا المحاضره، بشكركم وبفكركم بالمحاضرات بتاعتي اللي منشوره على موقع الكليه، هم لغايه دلوقتي تقريبا 17 محاضره، اضافت لهم محاضره الايزومتريك اللي فيه دوائر، ودي هتنضاف بعد كده، وزائد المحاضره الثانيه بتاعه الشادو على الاجسام بقى 3 دايمنشن، وان شاء الله بقيه المقرر كله هيكون واقع موجود على موقع الكليه فري لكل الطلبه، سواء في حياتي او بعد مماتي، لانه صدقه جاريه يستفاد منها الجميع، واتعشم ذلك والاجر من الله سبحانه وتعالى.